فأصابتكم مصيبة الموت تعبسون
ويقسمان بالله إن ارتبتم بين سريبي وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم يدخلون النار وقد ذهب إليكم الذين زعمتم أنهم يدخلون النار يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله وقال تعالى آتينا موسى الكتاب تماما على الذي لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه